الابتسام الشعب يريد إلهاء الابتسام الشعب يا ربوعنا يا تلت ولد على بحر وسرار مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعدتم أوقاتا وأسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم في أولى سلسلة الحلقات من الحوار الشبابي المفتوح التي ينظمها الاتحاد العام لشباب فلسطين من جهة الشباب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين. اليوم ستكون أولى هذه الحلقات من هنا من دوار المنارة وسط مدينة رام الله وأيضا من بيروت من مخيم صبرا وشتيلة. إذن أولى هذه الحلقات في سلسلة الحوار الشبابي المفتوح. 13 يوما مرت على مبادرة السيد الرئيس محمود عباس الداعية لإنهاء الانقسام. قبلت هذه الدعوة في البداية بترحيب من حركة حماس إلى أنها حتى هذه اللحظة لم تتخذ الخطوات العملية لذلك. مبادرة السيد الرئيس جاءت بعد حوالي 4 سنوات من عمر الانقسام الفلسطيني وتعثر كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة والوحدة إلى شطري الوطن. وعلى ضوء ما أنجزه الشباب في بلدان عربية من إمكانية تغيير الواقع تحرك شباب فلسطين هنا وتوحد في الداخل والخارج. فكان الحراك الشعبي يوم 15 من آذار مطالبا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. مرة أخرى أرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة وأرحب بضيوفي هنا معي بوسط مدينة رام الله دوار ساحة المنارة. بداية أرحب بدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. مساء الخير دكتور، مرحبا بك معنا. أيضا أرحب بالسيد عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، مرحبا بك سيد ملوح. وأيضا نرحب بسيد معتصم تيم رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لشباب فلسطين. مساء الخير معتصم. وكما سينضم إلينا لاحقا السيد أو هو انضم بالفعل السيد أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست. مساء الخير دكتور أحمد، مرحبا بك معنا. نرحب أيضا بضيوفنا من بيروت من مخيم صبرا وشتيلة والزميلة زينة عبد الصمد. زينة تفضلي. مساء الخير خميس، نرحب بدورنا بكل المشاركين معكم ونوجه لهم تحية من مخيمات لبنان ومن مخيم شاتيلة تحديدا. وقد كان مقررا أن يكون في مخيم مارليز لكن نعتذر لأسباب تقنية تعذر علينا إقامة اللقاء هناك. معنا حشد كبير فصائلي وشبابي على أد المحبة والتوق للقائكم ولقاء أهلنا في مكان اللقاء في رام الله. نرحب بداية بأمين سر فصائل منظمة التحرير الأخ فتحي أبو العردات، العلامة السيد هاني فحص، معنا أيضا أخ أبو جابر لوباني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعن الجبهة العربية الفلسطينية الأخ محي الدين كعوش، معنا أيضا جبهة التحرير الفلسطينية ممثلة بمسؤولها الأخ صلاح اليوسف، والأخ أيوب الغراب عن حزب الشعب، حسين رميلي عن جبهة التحرير العربية، يوسف الأحمد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية، والأخ في الخاتمة منيب الحزوري عن جبهة النضال الشعبي. ونرحب أيضا بكل الشباب الذين أتوا من كل المناطق والمخيمات في لبنان للمشاركة في هذا اللقاء. شكرا لك زينة ولضيوفك من بيروت وللشباب الفلسطيني المتواجد معكم الآن. أرحب مرة أخرى بضيوفي وأرحب بالشباب الموجودين معي من النشطاء الشبابيين من الاتحاد العام لشباب فلسطين، أيضا حشد كبير على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. مرحبا.